يمكن على مدار الأيام اللي فاتت كنا بنتابع مع حضراتكم سلسلة الحلقات اللي بتنشر على الصفحة الرسمية للنيابة العامة على الفيسبوك لي يعني مسيرة الارتقاء الخاصة بالنيابة العامة، ودي يعني كانت بتنشر من خلال الحلقات دي وثائقية بتتكلم عن هذه المسيرة، مسيرة ارتقاء النيابة العامة تحديدا. امبارح تم نشر الحلقة الختامية دي كانت تحت عنوان الحصاد ورؤية المستقبل. تعالوا نتابع هذه الحلقة. كانت تلك مسيرة النيابة العامة وخطواتها خلال المرحلة الأولى من تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي، مسيرة عطاء وارتقاء نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة. ولن تتوقف النيابة العامة في تلك المسيرة، ماضية في طريقها للحفاظ على ما تحقق والتخطيط للمستقبل. مما لا شك فيه أن وجه النيابة العامة المصرية اليوم قد تغير، ويشهد بذلك القاصي والداني، فقد باتت جميع النيابات بجمهورية مصر العربية رقمية لتواكب تحول الدولة المصرية الرقمي، وقد أصبح الحلم حقيقة ملموسة على الأرض. كما وإن من ثمار العمل على هذه المنظومة هو التغيير الكامل في ثقافة المستخدمين من العضوات وأعضاء النيابة العامة وموظفيها، بل ومن المتعاملين مع النيابة العامة من السادة المحامين والجمهور العادي، وذلك فيما يتعلق بالإلمام بمفهوم التحول الرقمي وفوائده والنتيجة الحاصلة في تفعيله، بحيث بات منهجاً ووسيلة للعمل ولغة جديدة لازمة لأدائه، وهو الأمر المؤدي باللزوم المنطقي إلى استقرار هذه اللغة لتصبح هي الوسيلة الوحيدة لإنجاز وأداء العمل على الوجه المرجو. مكتب الفن يا فندم تلقى خلال هذه الفترة التي بدأنا فيها مع حضرتك العمل على هذه المنظومة حتى الساعة الثانية قبل دخولنا لهذا الاجتماع 119,498 عريض خلال الفترة دي. اللي بقي منهم حضرتك مش متصرف فيه دلوقتي 300 عريض تم تقديمهم اليوم الموافق 5/9. شكاوى الناس بتتقدم بتخلص في نفس اليوم ساعات. المظلوم بيستجير بيلاقي من يجيره في ذات اليوم. حقيقة واقعة ملموسة. فالتحول الرقمي لا يعد لبنة في بناء النيابة العامة، بل هو جدار قوي وهام من جدرانها. انتظم به وتيرة العمل بالنيابة العامة وساهم في سرعة إنجاز العمل القضائي، إذ به تتداول القضايا بين أروقة النيابة العامة في سهولة ويسر وبطريقة آمنة، ويسر على رجال النيابة العامة بمختلف درجاتهم متابعة العمل عن بعد، كما جنبنا أوجه من الفساد مثل العبث في القضايا ومستنداتها أو فقدها. معالي النائب يعلم أن أنا كان عندي حلم ممكن في بداية العمل تقولوا إحنا بنحلم بالتحول الرقمي، وكان في منظوري برضك حلم بعيد صعب، لوجستيات، تكاليف، تدريب، عملية صعبة جدا. قلت لو خدنا نظر يسير منها يبقى الحمد لله موضوع كبير جدا. لما أجي أحدد كفاءة عضو نيابة أنا حددها رقميا، مش أحددها عشان محبتي ليه أو إن هو كويس ولا لأ، ده اشتغل كم محضر في السنة دي، عمل كم تحقيق. حاليا أصبح في إتاحة للتعامل إلكترونيا بشكل شبه كامل في كافة النواحي الفنية، النواحي الإجرائية، تداول الأوراق والملفات يدويا انتهى وأصبح في تداول إلكتروني، التحقيق، التصرف، كل العمليات دي بقت بتتم النهاردة إلكترونيا بشكل سريع وبمنتهى الدقة والكفاءة. البرنامج حالياً بيتيح متابعة هذه الخطوات كلها من الجهات الرئاسية الأعلى. أهم مؤشر
ظهر من هذه من اجتماع اليوم وما يدور من حوارات ومناقشات اليوم هو رقمنة أسلوب التفكير. أصبح لدينا أسلوب تفكير رقمي وليس تفكيراً تقليدياً يتم تنفيذه رقمياً. النهاردة أصبحنا نتحدث على مستوى قيادات النيابة العامة بمفهوم ما يسمى بالقيادة الرقمية. أصبح هناك أسلوب إدارة رقمي. وده الحقيقة هو يعني أهم دليل أو أهم مؤشر على أن ما تم تنفيذه كان يعني تقدم باهر في هذا المجال. أنا يا فندم لست النهاردة في مجال يخليني أستطيع أن أحصر جميع مميزات التعامل على المنظومة إلا في جملة واحدة: التيسير على المتقاضي بجميع تفاصيل. التيسير على المتقاضي وأن المتقاضي يشعر في بلده أنه مواطن بياخد خدمته بمنتهى البساطة. أنا جاي لمعاليك ومعايا التاب في العربية، لأن ممكن وأنا في الطريق أصدر قرار، وحصلت كتير أن الواحد ممكن هو في الطريق وهو راكب العربية بتاعته بيصدر قرارات على المنظومة. الحقيقة أنا شخصياً أنا فرحان، ولما بصدر قرار ببقى سعيد جداً، وخصوصاً لو في قرار وقف تنفيذ، إلغاء أمر بقى لوجه في آخر معاد، قرار أمر بقى لوجه خلق سبيل المتهم، ببقى سعيد بكده. فالحاجات دي هي تكفي للمنظومة. يمكن تلخيص المكتسبات المرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي في نقاط موجزة: رقم 1 اختصار الدورة المستندية الورقية بإجراءات إلكترونية تعمل بنفس الدقة بل أكثر مع الحفاظ على البيانات بشكل مستديم. 2 الرقابة المستحكمة على مجريات العمل وسرعة ودقة اتخاذ القرار. 3 سرعة الوصول لكافة البيانات وحمايتها من الفقد والتلاعب واستخراج الإحصاءات بشكل دقيق. 4 الحد من تكلفة الانتقال واختصار الدورة المستندية لفحص القضايا. 5 القضاء على الفساد الإداري بإلغاء الخطوات الروتينية وإمكانية معرفة شتى التصرفات ومتخذها على النظام الإلكتروني. حضرتك دلوقتي آليات العمل في النيابة العامة أعتقد بقى فيه معايير قياس منضبطة لكل آلية من آليات العمل. طول عمرنا حتى وإحنا صغيرين حتى بنفكر طب إحنا ليه شغالين بالورق، فالحمد لله دلوقتي إحنا وصلنا لمرحلة لا إحنا على قدر كبير جدا إن إحنا خدنا أول خطوة في مراحل التحول الرقمي لغاية إن شاء الله بإذن الله ما تتم. بقى عندنا استراتيجية ونفذنا جزء كبير منها وحققنا جزء كبير من أهدافنا. طب الفترة القادمة هنعمل إيه؟ عندنا أيضا في الفترة القادمة خطة، وبأسلوب علمي أيضا هيكون هناك بروتوكول جديد مع وزارة الاتصالات عشان نعمل الأرشيف الإلكتروني، لأن الأرشيف الإلكتروني هيبقى نقلة أخرى نوعية في عمل النيابة العامة، لأننا هنقوم بأرشفة جميع القضايا القديمة والحديثة في أرشيف إلكتروني. هنستفيد بالكلام ده، هنستفيد به جدا نحن وباقي جهات الدولة. الاستفادة تتمثل في سرعة استدعاء المعلومة، هيفيد متخذ القرارات سواء كان داخل النيابة أو خارجها، هيفيد في عمل إحصاءات. لكن إحنا هندخل تقنية الذكاء الاصطناعي مع الأرشيف الإلكتروني عشان يفيدنا في تحليل البيانات ويدعم متخذ القرار بالنيابة العامة أو خارجها. بموجب هذه الاستراتيجية تواكب النيابة العامة الجمهورية الجديدة وتنطلق مع الجمهورية الجديدة نحو مستقبل مزهر لمؤسسات الدولة ومنها النيابة العامة. ولجميع أعضاء النيابة في مصر أنا عايز أقول لهم حاجة: أنتوا النهاردة انتقلتوا إلى عمل جديد بنمط جديد، خلوه هدف وخلوا هدفنا العدالة الناجزة. النيابة العامة باعتبارها هي مبدأ تكوين القاضي، النيابة العامة هي المدرسة التي تؤهل القاضي ويتم إعداد القاضي قاضي المستقبل عشان يكون مؤهل كيف يتعامل مع البرامج الإلكترونية وبرامج العدالة الجنائية اللي هتحقق بعد كده هيكون نيابة ومحاكم بلا أوراق، وهنحقق ربط مع أقسام الشرطة ومع المحاكم فيما بعد. ونحن الحقيقة بالشكل ده وبهذا التطوير نسعى بتحول رقمي علشان تكون النيابة أدت الرسالة رسالتها وأدت الأمانة أمام المجتمع حتى نصل في الآخر إلى تحقيق عدالة ناجزة وأداء رسالة ووفاء بالأمانة اللي المجتمع حمل النيابة العامة هذه الأمانة. وشكرا. إلى السادة قيادات النيابة العامة، إلى السادة
أعضاء النيابة العامة إلى المهندسين والفنيين وجميع الموظفين، أستطيع الآن أن أقولها لكم وللجميع: نحن فخورون بما آلت إليه النيابة العامة المصرية من تقدم وتطوير كنا نحلم به جميعاً. فاحرصوا على المحافظة على ما وصلنا إليه، واستمروا في السعي نحو التقدم والرقي بالنيابة العامة، فهي أمانة في أعناقكم. حافظوا عليها حفاظاً على المجتمع، حافظوا على الروح التي سرت في الجميع، حافظوا على الإصرار والنجاح والتغيير إلى مستقبل أفضل. لقد كان إصراركم على التقدم في عمل النيابة العامة فخراً لنا جميعاً أمام كل الدول، فلقد أصبح لدينا منظومة إلكترونية متقدمة تخدم بلادنا مصر الحبيبة، لتكون لها الريادة في الوطن العربي والإفريقي. وختاماً، تحية من القلب إلى الجميع. امضوا في مسيرتكم واجعلوا ما وصلتم إليه بداية لما هو قادم. واليوم نعلن انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي. حفظ الله الوطن.